العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في كنتا، أربعة اثنين 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان وللابد امين. موضوعنا النهارده هو المثابره والاستمراريه في الصلاه، او بنسميها اللجاجه في الصلاه. اللجاجه صفه من صفات الصلاه المستجابه. ليه احبائي؟ لان الصلاه اساسا في اسمى معانيها يوصفها الاباء انها صراع مع الله، واحد بيصارع مع ربنا. الصلاه عباره عن صراع مع ربنا. ممكن في صلواتنا تلاقوا ربنا ما ادناش الطلب من اول مره، يعني احنا وقفنا وطلبنا الطلب، بص تلاقي ايه ربنا ما استجابش قوي، او استجاب بس ايه ما تحققش الطلب ايه على طول. طب هنا ربنا يبقى قصده ايه؟ ربنا يبقى قصده هنا يختبر امانتنا في الصلاه. عايز الصلاه بتاعتنا تبقى صلاه بايه؟ بلجاجة. ربنا اب حنون جدا جدا، محضر لينا زي اي اب طلبه. يعني انت لما تيجي تروح تقول لبابا يا بابا انا محتاج الحاجه الفلانيه، بابا طيب وجميل وحنين، بس عارف هو هيديك الطلب ده امتى وازاي بشكل عامل ازاي، انه ليه رؤية اوسع بكتير منه. فربنا زيه زي اي اب حضر الطلب بتاعنا، لكن مش بيديه من اول مرة. ليه؟ هنا زي ما بقول لكم كده، عايز يختبر محبتك انت شكلها عامل ازاي وانت بتطلب الطلب. ربنا يسوع امرنا باللجاجة في الصلاة بمثلين حلوين جدا في الكتاب المقدس. المثل الاول مثل الارملة والقاضي وقاضي الظلم، والمثل التاني نفتكر في لوقا 11 عن مثل صديق نص الليل. ربنا يسوع يعلق على المثل التاني ده، يقول ايه؟ يقول عبارة مهمة جدا، يقول لنا اقول لكم وان كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وبعدين تلاقوا ربنا بعد المثل، ربنا يسوع بعد المثل يقول لنا عبارة مهمة قوي، يقول لنا ايه؟ يقول لنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وهنا نلاحظ مبدأ التدرج في الطلب أو في الصلاة. أولا نسأل ربنا بدالة البنين. طبعا نقول له كده نطلب إليك يا رب بدالة البنين عندما ندعوك قائلين. بس ممكن إيه ما يبقاش الطلب إيه ما فيش الاستجابة قوي، فتبص تلاقي إيه ما اداناش، فنبدأ نشد في الطلب شوية ونواظب عليها بدالة وبحب وبدون تذمر وبشكر. طب لو ما حصلش حاجة أبدأ هنا بقى إيه؟ نقرأ على الباب، اللجاجة بقى. والباب هنا هو باب مراحم ربنا، نخبط بشدة وبصلاة قوية ومن عمق القلب وبدموع وبتنهد وعدم الكف عن الطلب ده. وبعد كل ده نلاقي وعد بقى ربنا يقول لنا إيه؟ يقول لنا لأن كل من يسأل إيه؟ يأخذ، وكل من يطلب إيه؟ يجد، وكل من يقرع يفتح إيه؟ يفتح له. يبقى إذن ربنا بيعلمنا طول الوقت ازاي نصلي. الصلاة بتاعتنا دي تكون صلاة مش فترة، لا ده صلاة بلجاجة، صلاة من عمق القلب، صلاة نارية زي ما بيقولوا كده. من الأمثلة الجميلة في الكتاب المقدس في المثابرة على الصلاة هو إسحاق. حقيقي إسحاق نقرأ عنه في سفر التكوين إصحاح 25، هنتكلم عن ثلاث آيات ورا بعضيهم. الآية الأولانية يقول لك كده في الكتاب المقدس في سفر التكوين، يقول لك وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوج. طيب الآية الثانية يقول لك وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عارقرا. طيب في العدد اللي بعديه يقول لك وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما، اللي هما مين الاثنين؟ هو إيه؟ عيسو ويعقوب. يبقى 20 سنة كاملة استمر إسحاق إيه؟ يصلي عشان ربنا يديله نسل، وربنا مطول اناته عشان يختبر امانته، عشان نتعلم احنا كمان درس مفيد جدا ان احنا نصلي بلا ايه؟ بلا ملل. يبقى ان احنا نداوم الطلب بايمان ده شيء مهم، ان احنا نداوم الطلب برجاء ونتضرع ولجاجه من القلب نقي وثقه، ثقه في مين؟ ثقه في الاب
ثقة في الأب، ثقة الأطفال في أولادهم، ثقة الأبناء في أبيهم، زي ما معلمنا بولس الرسول يقول كده، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. بداية أحب أهني شعب كنيسة القديسين، كنيسة الغالية عليا جدا، بمناسبة اليوبيل الذهبي ربنا يديمها كده ويديم خدمتها دايما لمئات السنين. أنا اسمي روبرت عبد المسيح، من دلوقتي حاليا في كندا، خدمت في الكنيسة فترة كبيرة طول عمري يعني، والكنيسة دي أثرت فيا جدا لغاية دلوقتي احنا عايشين ببركة الخدمة فيها. لما بذكر كلمة خدمة شباب بيجي على ذهني طبعا خدمة الشباب في الكنيسة وخدمة مهرجان الشباب. هقول كلمة صغيرة بس على خدمة الشباب في الكنيسة. أنا ارتبطت بخدمة الشباب في الكنيسة من صغري تقريبا، من وانا في سن إعدادي وثانوي كنت دايما أحب أحضر معاهم كل الحاجات واطلع معهم رحلات، وكانوا يعملوا بعض الاستثناءات كده، هو وبأوقات كانوا يوافقوا وأوقات ما كانواش يوافقوا. من الخدام الجمال جدا اللي انا اتعلمت منهم قوي 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 كانوا استاذ هاني ونيس، استاذ مجدي ونيس، دلوقتي اباء كهنه ابونا مرقص وابونا انتوني، واستاذ اشرف صبري ابونا متاقوس، واستاذ حسني فهمي، واستاذ جورج حلمي، واستاذ ايمن حليم. مجموعه الخدام دول هم اللي تقريبا شربونا واتعلمنا وحبينا الكنيسه عن طريقهم. الحاجه الثانيه ان انا ارتبطت بيها في اجتماع الشباب في خدمه الشباب هي مهرجان الشباب. المهرجان دوا بما ان ابونا مقار كان هو مسؤول خدمه الشباب على مستوى اسكندريه، احنا بقينا كنيستنا هي اللجنة المنظمة لخدمة الشباب للمهرجان. المهرجان ده وانا دخلت فيه كده هو ببركة ربنا، لكن المهرجان ده اثر فيا بطريقة لا تتخيلوها، اثر فيا من جهة الخدمة ومن جهة شخصيتي ومن جهة تطور الفكر نفسه. اتعلمت يعني ايه قيادة، اتعلمت يعني ايه خدمة، اتعلمت يعني ايه المسيح، اتعلمت يعني ايه ناس، خصوصا ان انا اتلمست فيه على ايد خادم وقور جدا ومنظم جدا هو أستاذ حق توفيق. المهرجان ده يعني فعلا كان كنز، لولاه احنا كان ممكن ما نبقاش موجودين في الكنيسة ولا نتعلم منها كل الحاجات دي. حابب ان انا اهنيكم تاني وهني كل الشباب باليوبيل الذهبي. وعايز اقول كلمة اخيرة، كنيستنا بها جواهر كتيرة جدا، لكل واحد مننا له نصيب فيها. انت محتاج الكنيسة، انت محتاج الكنيسة، لان هي امك وهي اللي هتغذيك، ومن غيرها مش هتعرف توصل للمسيح. والكنيسة برضو محتاجاك لان انت ابنها وانت عضو من اعضائها، ولو انت موجود برا خد بالك هيبقى في احد اعضائها مش موجود وانت ما تقدرش تمشي من غير احد اعضائك. كل سنة وانتم طيبين. روبرت عبد المسيح، كندا، 2021. شكرا. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي. بالعيد باليوبيل 50 طبعا ما فيش فرحة احسن من كده، ان الواحد يبقى فرحان في كنيسته. للأسف في 13 سنة ما كنتش في 50 سنة في كنيستي، إن ما كنتش لسه اتولدت. طبعا بعد ما سافرت كان إحساس الكنيسة الأم إحساس ما يتوصفش، بالتأكيد هيحس بيه كل واحد اتغرب، عامل زي الإحساس للأمومة. الكنيسة الأم مهما الواحد التفاعل مع الكنائس في بره بيحن مهما كان للكنيسة الأم، وزي الطفل اللي بيحب يرجع يترمي في حضن أمه ويتنعم ويتدل عليها يعني. فإحساس الكنيسة الأم ده إحساس
محدش هيعرف يوصفه زي الناس اللي في الغربة يعني، وكتير من أولاد كنيستنا موجودين بره. مش عايز أكلم كتير في الإحساس ده، بس طبعا العيد الخمسين ربنا يخليها لينا ويخليها أم ولادة لمدى الأجيال. بالنسبة لخدمة شباب، نشكر ربنا يعني، ربنا اداني النعمة ان انا اخدم في خدمة الشباب حوالي 10 سنين في الكنيسة. في ذكريات حلوة كتير قوي الواحد شاف فيها عمل ربنا، وكان بيبقى فيه وقت كده اللي هو تيجي تجربة، يجي وقت صعب نتحط تحت ضغط، نشوف ايد ربنا، نفتكرها ذكرى جميلة قد ايه خبرة ربنا او خبرتنا في الخدمة من خلال ايد ربنا اللي اشتغلت في الموضوع ده. سنة 2002 بدأنا، طبعا كان قبلينا في جيل عظماء في خدمة الشباب، بدأنا الخدمة وعدينا بمراحل كتيرة قوي، في منها الحاجات اللي كتير من خدام الشباب هيفتكروها، من أول سنة 2003 المسح، وليه ذكرياته كتيرة جدا يمكن أكتر كتير من خدام الكنيسة شاركوا فيه. طبعا فاكرين قصة حكاية عم عبد المسيح اللي محدش لاقيه لغاية دلوقتي. بعد كده حضرنا ميلاد سنة 2004، حضرنا ميلاد STT. خدمة الشباب حقل عميق جدا 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 في ليفل في الخدمات، في خدمة سطحية، في خدمة أنشطة، في خدمة أعمق شوية، في خدمة اجتماع، في خدمة مواضيع روحية، في خدمة كلمة، في خدمة فردية. وطبعا ورا ظهر كل الخدمات دي ما ننساش أبدا الاجتماع اللي كان عمود فقري للخدمة، اللي هو اجتماع الصلاة بتاع يوم التلات اللي في هيكل الكنيسة اللي تحت ده، كان بيبقى عامل زي، انا هقولها بشكل طبي يعني، عامل زي ما يكون كده كل اسبوع الواحد بيروح ياخد ابرة فيتامين كده في الوريد تديله دفعة يجري لقدام يعني. مهما الواحد اتكلم عن الفضل في الكنيسة وفي التربية اللي الكنيسة حطتها جوانا، مش هنديها حقها، وده بنشوفه كتير او الواحد بيشوفه في خبرته قدام، خصوصا لما بيسافر برا قد ايه الحاجات الصغيرة اللي احنا ما كناش بناخد بالنا منها في الخدمة او في الكنيسة قد ايه هي كانت بتأثر، والخبرات الصغيرة بتتراكم وبتدي خبرة وعمق معين يسند الإنسان في خدمته قدام. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي، كل سنة وكل خدام الشباب طيبين وخدام الكنيسة. طبعا من الحاجات اللي أنا ذكرتها أكتر من 40-50 خادم شباب هيبقى فاكر المواقف دي بالطريف فيها والمتعب فيها والمرهق فيها واللذيذ فيها. كل سنة وكلكم طيبين، ويا رب ربنا يدينا طول العمر ان احنا نعيد مع ابائنا ومع خدامنا في العيد المئوي لكنيستنا. كل سنة وكلكم طيب.